እናንተ ልጆቼ አልቃኡ ፊል ጀነቲ ቢኢዝኒላህ በአላህ ፍቃድ ጀነት ነው ከዚህ በኋላ ማገኛችሁ فينادي منادي من السماء كسماء تطاري يطرر عن كذب واشطل فافرشوا له من النار يسات من طافن طفلت وافتحوا له بابا الى النار ودسات يلون بر كفتلت فياتيه من حرها وسمومها تشوا ولا فنوا يمطبطل ويضيق عليه قبره اطنتو سكتلالف درس አብሮ ይጠብበታል ከዛም መልኩም ያስጠላ ሽታውም ያስጠላ ግለሰብ ይመጣ ወለኩም فيها ما تشتهي انفسكم ለናንተ ነፍሶቻችሁ የምትፈልገው ነገር ሁሉ አለላችሁ ወለኩም فيها ما تدعون የተጣራችሁትም ነገር ሁሉ አለላችሁ ይህ ዝግጅት ከማን ነው نزلن من غفور الرحيم كأذاننا ከማሃሪው ጌታ የተደረገላችሁ መስተንግዶ ነው ይባላል ሙእሚኖች ሊሞቱ ሲሉ ጀነትን ይያዩ ነው ሙእሚን ሲሞት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሰማይና መሬት ለሱ ያለቅሳሉ ይሄን ደግ ሰው አጣ ነው ያለቅሱለታል መለም ተብኪለሁ الدنيا فلن تضحك له الاخره الدنيا ያላለቀሰችለት አኺራት ስቅለትም ይባላል ሰማይና መሬት አንድ ሙእሚን سيموت يحلق صالو كألك هدي أنقني هاي فالسمم نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أني مؤمنو تشن لمقنانية دمينافك سيقرس أمني لعلو عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب لك الله الله مقنانيتك ويودد أحب الله لقاءه الله السم مقنانيتي ودال ومن كره لك الله الله مقنانيتي تألا كره الله لقاءه الله ثم جنانيت يتلال يا الله كذا من ناتاتنا عائشة يزي حديث تكلنيا ملكت سلال جبات قالت إنا نكره الموت يا الله ملكتنيا نياكو موتن انتلالن ما موتن انفلقم يا الله انتلان ثم جنانيت تلال مالتنا وندي عالج نبيات نسيما لسمنالو قال ليس ذلك عائشة نقرون بالصاد اللم ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته مؤمنكو لموت سيل ملائكو تشور دونا الله بميسات أولك أنا بميسات أوديتا يبسرو تال فليس شيء أحب إليه مما أمامه كفيت لفيتو كميعو آلموج ودليل عمهدنا يفلقم فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه اللهم قنانيت يودال اللهم السم مجنانيتي ودال انديه مالتنو وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته نقرقن عندك هادي لموت سيل با الله كتاتي بسرال كتاتي تأبك أهل سبال اللهم مجنانيتي تلال اللهم السم مجنانيتي تلال كما رواه البخاري يمؤمننا يكهديانا ماموات عندها دلم يتزقات جنة يلتزقات جنة አማማቱ አንድ አይደለም አንድ የዘመናችን አንድ ወጣ ዳዒ በጣም ያመው ነበር ሆኖም ግን ከዳዓው አራቀ አንድ ለወር ያህል ሆስፒታል ተኝቶ እንደወጣ ቤቱ ትንሽ እንደተሻለው ቤተሰብ መጥቶ ከመግሪብ በኋላ ያጫውት ገባ አሁንም ህመሙ በጣም ተሰማው ሊሞት እንደሆነ ተረጠረ ልጆቹን ሰበሰበና ምን አላቸው ያ አውላዲ እናንተ ልጆቼ አልቃኡ ፊል ጀነቲ ቢኢዝኒላህ በአላህ ፍቃድ ጀነት ነው ከዚህ በኋላ ማገኛችሁ አስተውዲዑ አላህ አለኩም አላህ ለእናንተ ትቻለው ልጆችን አላህ ይጠብቅልኝ ያለ ማልቀስ ጀመረ ምን ይላሉ ዒሻ ከመድረሱ በፊት ሸሃዳ አደረገና الدنيا ለቀቃት አማማታችን ለየቅል ነው አንድ ሌላ ወጣት ከአላህ መንገር ልርቆ የነበረ አንድ ወጣት ሞተ ጀናዛውን ላጥበው ተቀረበልኝ ይላሉ ሰውየው ሲናገሩ ማጠብ ጀመርኩ እያጠብኩት አካሉ እየጠቆረ ይሄድ ነበር አላህ ይጠብቀኝ ያ አላህ ከዛም ይላሉ ሰውየው አጠበው ሲጨርስ እንዳለ ሙሉ አካሉ ድፍን ጥቁር ሆነ ይላል አላህ ይጠብቀን ሌላኛው ወጣት እያጠብኩት ይላሉ
ወደ ቂብላ ሳዞረው እንደገና ተገልብጦ ወደ ጀርጀርባው ለቂብላ ይሰጣላል። እንዲህ ሳዞረው እንዲገለበጥብኛል ሞቷል እኮ። በጣም ተደናገጥኩ። ቶሎ አጠብኩትና ወደ ቀብር ወሰድነው። ቀብር ውስጥ ማስገብተን ወደ ቂብላ ስናዞረው አሁንም ከቂብላ ፊቱን አዞረ ይላሉ። አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ሞት። አላህ ይጠብቀን። ስለዚህ አማማታችን ለየቅል ነው፣ ይለያያል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማሙ አህመድ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ፣ በራ ኢብኑ አልዓዚም ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ እሚገርምና እሚማርክ ሐዲስ ይነግሩናል። يقول براء من الى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار كاندي انصار غوسا يموت جلسب صحابانا السل لما كبر كنبيو غوطان ولما يلحد السم يتكبر يالا فجلس صلى الله عليه واله وسلم على شفير القبر نبيو قبرو قفلي قجالو وجلسنا حوله ساتشون كبناچونيا قجالنا كانما على رؤوسنا الطير راساتشل ارغب يالا يمسلان አልተንቀሳቀስንም ተመስተን። قالوا في يده عود ينكث به الارض مريتو النبي يكتوتي قفقفوت نبر بتكازي كذا مراساتهم قنا درغونا منالو استعيذ بالله من عذاب القبر الله ان تبقن بلوت كقبر قطات ثلاث غزيالون ثم قال كذا راساتو اسكتلو منالو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا ثلاث رسول منالو الله وي بانت كقبر قطات تبقالو اشرف المرسلين كذا ميغرمون حديث نغرون ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره عند مؤمنكو دنيا لقو دا اخره ليوتا سيل نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه في تحتهم يابرا ملائكان ودسو يوردالو كان وجوههم الشمس في تحتهم لصحي يالله يمسلال الله نزيه ملائكوتين كم يعوت يادرغن ومعهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه الناس زند يجنت كفن يزو متطوال يجنت شتوتشم يتشن روح لمقبل حتى يجلسون منه مد البصر يعين رقت يحل قچلالو نظام يابرو ملائكوت ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه كذا ملك الموت يمطعنا كراسو طق قچلال كسويه تملكت تكستتلون فيقول ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان انت ملك نفسي انت دق نفسي ودقيتاش وديتانا مهرتا وجي لاطال الله عندي بلا كم تطرى نفسي ادركن فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء لك اركوتس اندمتنطبطب وها طب طب يالچ إتش نفس توت عالج فيأخذها ملك الموت روحاني ذاتال لكن دا ذاتم نذاكرك أتيتك أمتو ميام عمرو ملائكوش في تاتشو سعيمي مسلو ملائكوش كجول عين شرفتان كواس كربات عاس كمتواتم طولو يزواتنا بامد تطبزا بجنة كفل لي بجنة شتوست يهدر قواتال يزواتي وتعلو ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض لك روحا ستمزز ميوت أو شتا مريت لي طرو شتا لكتبا لي يا شتانو بتقام يعودوا على كبابي والله دقاق سوش سيموتو إين شتا تشتوال يا شتا تعلم على الشمست الله عندي كم يهونو تعدرقن قال فيسعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب وده سما يزوات سيوتو منقر لهم يغنيوات ملائكة وش شتاو يماركات شونا ما ناتي چمل كام روح بلو يتأيكالو فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا الدنيا ليس يتأروت بنبرو ملكام سمو اقالينو بلو يناقرالو يا ملكام سو يا صلات ما يتفاو يا صدق اسجو يا لا الله سيل ريبان يتو يا تش حجابان يلككچو الدنيا لي سيطروت بنبرو ملكام سمو يطروتال حتى ينتهون بها الى السماء الدنيا يمجمروا سماء لي يدرسالو ياسكفتالو فيفتح لهم يكفت لاچوال فيشيعه من كل سماء مقربها الى السماء التي تليها يا عندنياو سماي مرطوچ
መላእክቶች ወደ ሁለተኛው ሰማይ የሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ሽኝት ተመልከቱ። ለዛች ለሙእሚን ሩህ በዒባዳ ላይ ለነረች ነፍስ የሚደረግን ክብር መስተንግዶ ተመልከቱ። ሐታ ዩንተሃ ቢሃ ኢለ ሰማኢ ሳቢዓ ሰባተኛው ሰማይ ላይ ይቆማል። ፈየቁል ላህ አላህ ምን ይላል? አዘ ወጀል እክቱቡ ኪታብ አብዲ ፊ ዕልይን ዕልይን ከተባለው ቦታ ላይ የተላልቅ ሰዎች የሚመዘገብበት መዝገብ ላይ የባሪያዬም መጽሐፍ ጻፉት። ወማ አድራከ ማ ዕልይን ኪታቡን መርኩም እንደተባለው ጻፉት ይላል። ግን እዛ አላህ ምን ይላል? ወአዒዱሁ ኢለል አርድ ፈኢኒ ሚንሃ ኸለቅቱሁም ወፊሃ ኡዒዱሁም ወሚንሃ ኡኽሪጅሁም ታረተን ኡኽራ። ነገር ግን ወደ መሬት መልሱት፣ እኔ እሷውን የፈጠርኳቸው ከአፈር ወደ አፈር መልሳቸዋለሁ፣ ከዛም ነው ነገ ፈልፍዬ የማወጣቸው። ፈቱዓዱ ሩሑኩ ፊ ጀሰዲ ፈየእቲህ መለካኒ ፈዩጅሊሳኒህ ፈየኩላኒ ላ። ሩሑም ጀናዛው ወደ ጀናዛው ትመለሳለች፣ ቀብር ውስጥ እንደ ከተቱ ትገባለች። መጣ። ከዛም ሁለት ነኪርና ሙንከር ይመጣሉ። ይህን ሰው ያስቀምጡትና ይጠይቁታል። ምን ይሉታል? መን ረቡክ ጌታህ ማን ነው? ፈየቁሉ ረቢ አላህ ጌታዬ አላህ ነው። ፈየቁላኒ ለሁ ማ ዲኑክ እምነትህ ምንድን ነው? ፈየቁሉ ዲኒ አልኢስላም ዲኔማ እስልምና ነው። ፈየቁላኒ ለሁ ማ ሀዛ ረጁል ለዚ ቡዒተ ፊኩም እናንተ መሃል የተላከው ግለሰብ እሱ ማን ነው ይሉታል። ፈየቁል ይህ ሰው ምን ይላል? ሁወ ረሱሉላህ ነቢዩ ናቸዋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይጠይቁታል። ፈየቁላኒ ለሁ ወማ ዒልሙክ ምን አሳወቀ እንዴት አወቅከው? ፈየቁል ብሎ ይላል ቀረእቱ ኪታብ አላህ ወአመንቱ ቢህ ወሰደቅቱ ቁርአንን አነበብኩ አመንኩበት እውነት አልኩ ይላል። ፈዩናዲ ሙናዲን ፊሰማ ተጣሪ ከሰማይ በኩል ይጣራል አንሰደከ ዓብዲ ባሪያዬ እውነትን ተናገረ። ፈአፍሪሹሁ ሚነል ጀና ከጀነት የሆነ ምንጣፍ አንጥፉለት። ወአልቢሱሁ ሚነል ጀና ከጀና የሆነን አልብሱለት። ወፍተሑ ለሁ ባበን ኢለል ጀና ወደ ጀነትን በር ክፈቱለት ይባላል። ፈየእቲሂ ሚን ረውሒሃ ወጢቢሃ ሉረ ስላ ስለም የጀነት መዓዛዋና ጥሩ ሽታ ይመጣለታል። አላህ ከዝች ሩሕ ያድርገን። ከዛ ማያቆም ሽልማቱ ወየእቲ ረጁሉን ሐሰኑል ወጅ መልካም ፊት ያለው ውብ ቆንጆ ሰው ይመጣለታል። ሐሰኑ ሲያብ ሚያምር ልብስ የለበሰ ጠይቡ ሪሕ ሽታው ሚያምር። ፈየቁሉ ብሎ ይለዋል ይሄ ሰው አብሽር ቢለዚ የስሩክ በሚያስደስት ነገር አይዞህ ይለዋል። ሃዛ የውሙከ ለዚ ኩንተ ትውዓድ ስትቀጠር የነበረው ቀን ይህ ነው ይለዋል። ይህ ግለሰብ ምን ይላል? መን አንት አንተ ማነህ? ፈወጅሁ ከልወጅሁ የጂኡ ብልኸይር ፊትህ ሲያዩት በመርካም ነገር የመጣ ፊት ነው። ማነህ አንተ ይለዋል። ማን ይመስላችኋል? ፈየቁል ይህ ሰው ምን ይለዋል? አነ አመሉከ ሳሌሕ እኔኮ ደጉ ስራህ ነኝ፣ እኔኮ ሒጃብሽ ነኝ፣ እኔኮ የሰገድከ ሰላት የሰጠኝ ሰደቃ ነኝ ይለዋል። ፈየቁሉ ይሄ ሰው ምን ይላል? አነ አመሉከ ሳሌሕ ፈየቁሉ ረቢ አቂሚ ሳ ይሄ ሞተው ሰው ምን ይላል? ጌታዬ ቶሎ ቂያማን አቁማት ሐታ አርጅዓ ኢላ አህሊ ወማሊ ወደ ቤተሰቦች ወደ ጀነት እንድመለስ ቶሎ ቂያማን አቁማት ሲል ዱዓ ያደርጋል። ቀብር ውስጥ ነው ነቢዩ ማስከትለው።